بعث النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ فمن صلى الله عليه وسلم بارك الله الله سبحانه وتعالى بحميد. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحسن أولا في عبادة الله. زن فمن صلى الله عليه وسلم زن بارك الله الله سبحانه وتعالى ديما أتون غتسيكا أحيى نقول الله سبحانه وتعالى أمنيت كي زي إله الله سبحانه وتعالى زين فنقول زين زين بنا زين فنقول لا نعبد إلا الله سمانو سجارة الله. الثاني الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى عباد الله نحسن إلى الخلق حتى الكفار. إن زاب تفارو أن سمعت من دفاسن زين من دفاسن الله سبحانه وتعالى زين فنقول نعم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ديما حيز سيكا ما حيميا امي كربين نمسيكا نادي كفار زلول ديسما سيكوتشكا صار زلول. الاحسان في عباده الله تاتي باكمل عباده كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم. زنوي امشي نوي الاحسان في عباده الله جميل فنغنى سوى فنكون الله ديني فنتنقي راحه نوم زن فنكون زاني فيمتطيرك عارك النقنار من فنان صلى الله عليه وسلم تحسن إلى عباد الله زنوي منارك زيا ديا ما نوصار ينو أن يلوك من الله سبحانه وتعالى.